خلينا نبدأ بليفاندوفسكي مع كريم. اتفضل يا كريم. نعم، بنتكلم طبعا على ارقام ليفاندوفسكي، طبعا واحد من افضل رؤساء الحربه في العالم، رؤوس حربه في العالم، ومهاجم صاروخ. بنتكلم على مهاجم طبعا اكيد 185 سم، لعيب طويل، اكيد صناعه الاهداف، كمان بخلاف ان ليفاندوفسكي واحد من المحرز الاهداف، لكن بيقدر يصنع اهداف، عنده مهاره عاليه، بنشوف صناعه الاهداف عنده 6 لعبات عملها لزمايله، وكمان التصويب على المرمى من 72 تصويبه على المرمى قدر يحط 38 تصويبه على ما بين الثلاث خشبات، وكمان عنده رقم انا بشوفه رقم عالي جدا جدا جدا، هو المراوغات. من 42 مراوغه حاول يعملها عمل 19 مراوغه صحيحه، ولا افضل، ده جيد جدا، ولا افضل بلاي ميكر انك تاخد الرقم ده طبعًا. من لاعب راس حرب اكيد رقم كبير جدا. وطبعا التحامات الهوائيه حدث ولا حرج، بنتكلم على 34 التحام هوائي ناجح. احمد قول لنا مولر وكيميتش. مولر طبعا، مولر واحد من احسن اللعيبه اللي بتتحرك زي ما قلنا بدون كوره، يمكن ليفاندوفسكي هو هداف الدوري الالماني واكتر لاعب عامل محاولات على المرمى. مولر واحد من اكتر رقم مميز لمورال السنه دي هو التمريرات الحاسمه، التمريرات البينيه. أيوة. اكتر لاعب بيعمل تمريرات حاسمه في الدوري الالماني هو مولر. مولر طبعا 31 سنه، الماني، عدد المباريات 19، مسجل 10 اهداف، صناعه الاهداف 8، هو ثاني اكتر لاعب اسيست في الدوري بعد كيميتش اللي عامل 9، التصويب او المحاولات على المرمى 23 محاوله منهم 13، التمريرات 701 تمريره، نسبه التمريرات الصحيحه بتاعته 77%، المراوغات بتاعته 13 ناجح من 35. مولر مش لعيب مهاري قوي، مش لعيب هيمتعك، ولكن هو لعيب اكثر تكتيكيا. اهم رقم الرقم الاخير اللي قدامنا على الشاشه، التمريرات البينيه 47 تمريره، اكتر لعيب بيصنع فرص في بايرن ميونخ هو مولر. مولر واحد من اهم، ممكن ما بيمتعكش مثلا بترقيصه، مش مهاري قوي، ولكن قوي جدا بدنيا، قوي جدا تكتيكيا، بينفذ تعليمات المدرب بالحرف الواحد، بيتحرك بدون كوره. طيب. جوه المنطقه، هداف، بيصنع فرص. كيميتش. زي ما قلت لحضرتك اهم رقم ليه التمريرات الحاسمه. نيجي لكيميتش. كيميتش هو فيليب لام الجديد. كيميتش واحد برضو من زي ما قلت لحضرتك من احسن اللعيبه اللي بتمتعني هو كيميتش. كيميتش لعيب جوكر. طبعا الماني 25 سنه، عدد المباريات 13، عامل كام اسيست بقى؟ 10 اسيست، اكتر لاعب صانع اهداف في الدوري الالماني، تمام؟ كمان بيعمل 16 محاوله على المرمى منهم 7 صح. التمريرات عامل 789 تمريره بنسبه دقه 89%. نيجي برده للدور التكتيكي بتاعه اللي هو الاستخلاص الكرات، عامل كام؟ 60 استخلاص منهم 27 في ملعب الخصم. التمريرات البينية هو تاني أكتر لاعب بيصنع فرص بعد مولر. مولر رقم واحد، كيميتش رقم اتنين. قطع كام تمريرة؟ 56. إذن الأرقام بتقول إيه؟ بتقول إن هو بيصنع أهداف، أكتر لاعب صنع أهداف، أكتر من أكتر اللعيبة اللي بتصنع فرص، وفي نفس الوقت عنده دور دفاعي. تمام. عنده دور دفاعي لأنه أرقامه ممتازة في قطع التمريرات 56، وأرقامه ممتازة في استخلاص الكرات 60. إذن لعيب تكتيكي ممتاز جدا جدا جدا. اللي بعد كده يا كريم اتفضل. أعتقد معانا جوريتسكا. جوريتسكا وصول. هو أعتقد وصول. ناخد جوريتسكا الأول. طبعا واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في بايرن ميونخ. طبعا أكيد موضوع الكورونا عنده مشكله فيه خلال الايام اللي فاتت، بس اعتقد يعني هو ممكن يلحق المونديال. بنتكلم على لاعب صنع الاهداف مرتين، تصويب على المرمى طبعا واحد من افضل المصوبين على المرمى، من 21 تسديده صوب 11 على المرمى، ده رقم بشوفه رقم جيد، نسبه التمريرات الصحيحه 90%، وكمان نقطه مهمه جدا استخلاص الكره من ملعب الخصم، استخلص الكره 39 مره، واعتقد ده رقم كبير. لكن المهم يا كابتن اسلام بالنسبه لجوريتسكا عشان نعرف الساده المشاهدين اللاعب ده كان فين وراح لفين، معانا صوره بسيطه لو ممكن نعرضها، صورة لجسم جوريتسكا قبل كورونا وجسم جوريتسكا بعد فترة كورونا، يعني ممكن نعرضها على الشاشة، هنشوف فرق. ده على الصورة على الشمال، ده يا جماعة جسم جوريتسكا قبل كورونا، قبل توقف كورونا. طيب كلنا رحنا الكورونا واهتمينا بالمشاكل الطبية والأدوية والحاجات دي كلها والبي سي ار، والبي سي ار رجعنا مع عودة الدوري الألماني في شهر 6، شفنا جوريتسكا بالصورة اللي على اليمين، ده يعرفنا قد ايه العامل البدني مهم عند نادي بايرن ميونخ، ولاعب زي ده اشتغل على نفسه في خلال من 3 لـ 4 شهور، وصل بالشكل من واحد اعتقد يعني حجم العضلات في جسمه لا تزيد عن 30 او 40 كيلو، وصل العضلات بس المسلز في جسمه لاكثر من 60 كيلو، طبعا ده اكيد رقم كبير، وبيعرفنا قد ايه اللاعب ده مهم في صفوف بايرن ميونخ. سول
سول طبعا اتكلمت عليه من الناحيه الفنيه في الصور، اكيد الارقام ربما ارقام مميزه، هنشوف نسبه التمريرات عنده كبيره ونسبه استخلاص الكوره كبيره. يعني مثلا تخيل سول بيعمل 700 تمريره صحيحه من 760، ولكن التمريرات دي كلها تمريرات سلبيه لانها بتتعمل عند مانويل نوير معظمها مانويل نوير، فبالتالي طبعا اكيد النسبه تبقى عاليه جدا. لكن سول بشوفه من وجهه نظري عنده مشاكل كتيره فنيه رغم ان بعض الارقام بتصب في صالحه. تمام، خلينا ناخد بقى خط الدفاع مع بواتينج وألابا ومارتينيز مع دكتور احمد. اتفضل. ديفيد ألابا طبعا هو دايما هانز فليك بيعتمد على ديفيد ألابا رغم ان هو خلاص ده اخر موسم ليه مع البايرن، لكن هو واحد من احسن اللعيبه اللي بتحضر الهجمه من تحت من الخلف، لعيب تمريراته كويسه جدا جدا، حتى هتلاقيه معدي ال 1200 تمريره في ارقامه. اللعيب الوحيد في البايرن اللي معدي ال 1200 تمريره، لكن هو على المستوى الدفاعي ضعيف في التمريرات الطوليه اللي بتتلعب من وراه، وضعيف في التمركز الدفاعي. ارقامه قدامنا على الشاشه طبعا، نمساوي عدد المباريات 18، مسجل هدفين، عامل 10 محاولات على المرمى لان هو متخصص في الضربات الثابته. التمريرات اهي 1293 تمريره. أيوة. اكتر لاعب في البايرن عامل تمريرات بنسبه دقه 87%، الالتحامات 28 من 46، استخلاص الكرات 112 استخلاص منهم 14 في ملعب الخصم، وقطع 105 تمريره. نيجي بعد كده لبواتينج المدافع الثاني اللي احنا قلنا ان هو بيعاني من البطء، ودايما الكوره اللي بتتلعب من وراه بتعمل، بيعاني من ميسي الحقيقه من وقعه الظهر. هو قدامنا طبعا مسجل هدف، لعب 17 مباراه، عامل 1100 تمريره، 90% تمريرات صحيحه، الالتحامات الهوائيه 31 من 44، استخلص الكوره 108 وقطع 95 تمريره. نبص برده هنلاقي ان الراجل ده بواتينج عامل 1100 تمريره، لكن ألابا عامل 1000 وفوق ال 1200، إذن المدافعين بيحضروا الهجمه بشكل كويس جدا، وده اسلوب لعب البايرن التحضير من الخلف. نيجي بعد كده لمارتينيز. خافي مارتينيز برده هو المساك يعني الثالث او الرابع في الفرقه، نيجي ان هو عنده كورونا واحتمال كبير ما يكونش موجود في بطوله المونديال، ولكن ارقامه قدامنا على الشاشه، 10 مباريات لعب 216، عنده 216 تمريره بنسبه دقه 92%، استخلص الكره 25 مره في 10 مباريات، وقطع 29 تمريره. هو دايما بيعتمد على التوقع لان هو لعيب وسط مدافع وتم توظيفه كمساك عكس بواتينج، وطبعا ديفيد ألابا برضو تم توظيفه كمساك. طيب. خلينا نروح لجنابري وكومان وسان. طبعا جنابري واحد اكيد من اللعيبه اللي جمهور السوشيال ميديا في مصر بيحبهم جدا، اول بينزل بوست طبعا الراجل شبه المصريين شويه، فهم الناس كلها بتحب تعلق عنده. جنابري واحد من افضل الاجنحه في الدوري الالماني وفي العالم في الوقت الحالي، بشوفه لعيب سريع جدا جدا جدا، وكمان فينيشر بشكل رائع. بنتكلم التصويب على المرمى من 39 كوره سددها على المرمى، منهم 19 كوره في على الثلاث خشبات، رقم كبير جدا. تمريرات صحيحه عنده 459، وطبعا اهم نقطه في جنابري ان هو لعيب سريع جدا، وطبعا مراوغات من 56 مراوغه حاول يعملها نجح في 26، وكمان الاسيست او التمريرات البينيه عنده رقم عالي جدا كابتن اسلام، 31 تمريره. نروح لافضل جناح في بايرن ميونخ بعد جنابري في وجهه نظري طبعا كومان. طبعا كومان لعيب سريع جدا جدا، اسرع من جنابري، سرعه فائقه لجناحات نادي بايرن. برضو بنتكلم على لاعب بيعمل صناعه، عمل صناعه اهداف، 9 اهداف صنعها، والتصويب على المرمى من 25 كوره سددها، سدد 8 بس ما بين 3 خشبات، ربما ده يكون رقم قليل شويه. بيلعب عرضيات اكتر من جنابري 45، التمريرات الصحيحه عنده اقل شويه 341، و المراوغات الصحيحه من 72 مراوغه حاول يعملها نجح في 42 بس، فواضح ان هو بيحاول يبقى ميسي بس يعني مش هو اكتر عارف. اكتر نعم. لا اكتر لاعب عامل مراوغات في البايرن. تمام، نكمل ونروح للاعب الاخير طبعا لروي ساني. ولروي ساني كان طبعا ازمه كبيره في بايرن ميونخ في بدايه الموسم، لان هو راح طبعا بعد عمليه في الركبه اللي كان طبعا اصابته، الاصابه جات له في مان سيتي، وكان في مشكله عند لروي ساني مع نظام او لعب بايرن ميونخ، عشان كده ما كانش بيلعب بشكل اساسي. ربما لروي ساني في المباراه الاخيره اعتقد من ساعه مباراه هوفنهايم بدا يلعب بشكل جيد والناس شايفينه بشكل ايجابي، ولكن طبعا لسه لروي ساني ما رجعش لنفس المستوى اللي كان بيأديه مع مانشستر سيتي، وبالتالي بنشوف التصويب على المرمى من 22 صوب 10 بس، التمريرات الصحيحه 274، طبعا الارقام كلها يا جماعه قليله، نسبه التمريرات الصحيحه 74% بيأكد لنا ان هو عنده مشكله مع طريقه اللعب. واخيرا التمريرات البينيه عمل 21 و42 مراوغه صحيحه من 69.